بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر برقية تهنية إلى أخيه فخامة رئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته القلبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على فخامته موفور الصحة والسعادة وعرب سمو عن ارتياحه لما تشهده العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين من تطور ونماء في شتى المجالات